قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أحمده أبلغ حمد وأشمله وأزكاه وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله بعثه الله على فترة من الرسل ففتح به أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا، فصلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار ومن كل شر. معاشر الإخوة والأخوات، فلنتق الله سبحانه وتعالى واعلموا أن هذه الحياة التي نعيش فيها هو دار العناء، هو دار التعب، هو دار المرور، وليست بدار الحبور والسرور والفرح. حلالها حساب وحرامها عقاب. أيها الإخوة الكرام، نحن في آخر الزمان، نحن في آخر الزمان، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين كان من تربيته لهذه الأمة أنه كان يخبرهم دوما بما يحدث في آخر الزمان، وكان عليه الصلاة والسلام يحذر أمته من مغبة الفتن المتلاحقة الهائجة التي تعصف على الأمة في آخر الزمان. ثم كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلاج الناجع وما ينفع الأمة في آخر الزمان عندما تهب عليهم فتن تزعزع الإيمان، فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا الفانية. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الدواء والداء عليه الصلاة والسلام، والأحاديث الكثيرة التي على منوالها لا يسعفنا الوقت بسردها لأنها كثيرة متنوعة. فالنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يترك شاردة ولا وردة
إلا وأخبرنا فيها علما كثيرا عليه الصلاة والسلام، رحمة لأمته وإقامة الحجة عليها، حتى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وربنا سبحانه وتعالى كثر في القرآن الكريم عن تحذير المسلمين عن مغبة هذه الفتن التي تكثر، والدنيا لا تخلو عن فتنة، لكن الفتن ليست على نمط واحدة وليست على درجة واحدة، وأثرها مختلف وأنواعها متباينة وبعضها يرقب بعضا. ورد في صحيح مسلم أن حذيفة بن يمان قال: كنا جلوسا مع عمر بن الخطاب، فقال عمر بن الخطاب: أيكم سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة التي تموج موج البحر، الفتنة الهائجة، الفتنة القاتلة؟ من سمع منكم النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة التي تموج موج البحر كموج البحر بكثرتها؟ فقال حذيفة بن يمان: فقلت أنا. فقال عمر بن الخطاب: أنت ولله در أبيك. ثم ساق حذيفة بن يمان حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه على أن الفتن تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا. فذكر عليه الصلاة والسلام هذه الفتنة التي تشربها القلوب والأفئدة، وهي الفتنة المعنية في كلامنا هذا، لأن الفتن أنواع وألوان، وهي الفتن التي تزعزع الإيمان. وفي هذا الزمان الأخير أصيب المسلمون بهذه النوع كبير من هذه الفتن، وكانوا يقولون ردة لا أبا بكر لها في هذا الزمن العصيب الذي قال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فأمرنا جل وعلا أن نتقيها بهذه الفتن بكل ما نستطيع من الوسائل، والوسائل العاصمة من الفتن سوف نشير إليها إشارة عابرة بإذن الله عز وجل. فأعظم الفتن هي الفتن التي تتعلق بالاعتقاد وتعلق بالإيمان، عندما يفتن المرء عن دينه ويفتن عن ثوابته وتثير حوله الشبهات والشكوك الكثيرة والشهوات التي أطلقت في هذا الزمان، يكون المرء في خطر عظيم في دينه. الكبار ناهيك عن الصغار، الصغار الذين يشربون هذه الأفكار وليست عندهم مناعة، لا يستطيعون أن يقاوموا هذه الأفكار، لأنهم يتلقون في مقتبل أعمارهم وفي صغارهم، وهم لا يملكون علما يمنع ذلك عنهم، وتسربت هذه العقائد والأفكار في الأجيال، وهذا هو ظاهر بين. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: والفتنة أشد من القتل، وقال جل وعلا: والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فسمى الرب جل وعلا الردة عن الدين والتراجع عن المبدأ الصحيح، سماه رب سبحانه وتعالى فتنة، وهي والله أعظم فتنة، أعظم فتنة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله في كل حال: اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذه الفتنة التي ظهرت هي خطر عظيم على هذه الأمة، وخاصة في هذا الزمان الذي نحن نعيش فيه،
عمت وضمت وانتشرت. وساعد ذلك بأن العالم اليوم صار كقرية واحدة، والاتصالات المعاصرة وما يسمى سوشيال ميديا هي لعبت في تأجيج هذه الفتن دورا عظيما، بحيث لا يخلو عنها بيت ولا شخص. وبالتالي في هذه الظروف خاصة يجب على المسلمين أن يأخذوا حيطهم وحذرهم، وأن يأخذوا الأسباب التي تؤهلهم عن مقاومة هذه الفتن. وهذا النقاط التالية التي سأصوبها بإذن الله عز وجل على رؤوس يعني الأقلام، لأن الوقت لا يسعفني. أولا، العاصم الأول هو كتاب الله عز وجل الذي فيه الشفاء الكامل. كتاب ربنا عز وجل أنقذ هذه الأمة في زمن عصيب، في زمن صعب، عندما كانوا أقلية في مكة وكانوا يفتنون بكل وسائل الفتنة، يبعدون عن دينهم، الكفار كانوا يحولون بينهم وبين عبادة ربهم، فمنهم المقتول ومنهم المدروت ومنهم مع من أوذي في سبيل الله عز وجل. لكنهم عندما تشبثوا بكتاب الله عز وجل بصدق وإخلاص وفهم وتطبيق، وصاروا مصحفا يدب على الأرض، مصحفا يمشي على القدمين، عند ذلك عصمهم رب سبحانه وتعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، كان يقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه الذين اتبعوه عليه الصلاة والسلام. فالكتاب هو علاج لجميع الأمراض، وننزل من القرآن ما هو شفاء، هو شفاء بجميع الأمراض، أمراض الفتن، أمراض الشبهات، أمراض الشهوات، جميع الأمراض، هذا الكتاب هو علاج لها، بل هو علاج ناجع، علاج لا يماثله أي علاج. فالذين يتمسكون هذا الكتاب ويتشبثون به ويفهمون ويتدبرون ويستشيرون منه وينطلقون من هذا الكتاب ويعودون إليه، هؤلاء ضمن الله لهم جل وعلا أن يعصمهم من الفتن في هذه الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا، هذه الحياة فيها فتن، وعند الموت كذلك، عند الغرغرة والحشرجة كذلك تأتي الفتن. فالإنسان يهتم هذا الجانب. الخيرية والعصمة تدور مع الكتاب حيثما دار، هذا الكتاب تدور معه حيثما دار. فالله سبحانه وتعالى هذا القرآن أنزله وجعله رسولا لجبريل عليه السلام، ولذلك جبريل استحق أن يكون خير الملائكة. فرب سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فصار خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. هذا القرآن أنزل في شهر رمضان، فصارت خير الشهور شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أنزل في ليلة القدر، فصارت ليلة القدر أفضل ليالي عند الله عز وجل. والأمة التي تتشبث هذا الكتاب وترتبط معه وتمسكه فيتكون خير أمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: خير القرون قرني عليه الصلاة والسلام، هؤلاء القرون الذين طبقوا هذا الكتاب وتشبثوا به صاروا خير القرون. وكذلك أي مجتمع يمسك هذا القرآن ويصدق مع الله عز وجل. هذا القرآن الذي سماه رب سبحانه وتعالى ذكرى، ذكرا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظه رب سبحانه وتعالى وسماه ذكرى لأنه يذكرنا بالله جل وعلا، يذكرنا بحقوق الله، يذكرنا بحقوق النفس، يذكرنا بحقوق الخلق، يذكرنا بأحكام الله، يذكرنا الحلال والحرام،
يذكرنا بأخبار الماضين، يذكرنا بأخبار اللاحقين، يذكرنا بمستقبلنا، يذكرنا بشرفنا وقيمتنا. وإنه لذكر لك ولقومك فسوف يعلمون. هذا هو ذكر الله سبحانه وتعالى، شرف لهذه الأمة. وبالتالي هذه القضية الأولى، التشبث بكتاب الله عز وجل. والقضية الثانية هو التشبث بسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الصحيحة، وسيرته العطرة عليه الصلاة والسلام، وتطبيقه هذا الكتاب. لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا تطبيق عملي لهذا الكتاب. وعندما يكون الفعل العملي هو أقوى من القول، لأن القول ربما يؤول لكن الأفعال لا تؤول، فالأفعال أقوى من الأقوال. ولذلك يجب أن نتشبث بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صحيحا كثيرا. وهذه سنة كفيلة أن تبين لنا الدرب، وأن تضيء لنا الطريق، وأن تكشف لنا الحقائق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الكثيرة بين لنا هذه الفتن، وبين لنا آثارها عليه الصلاة والسلام، وبين لنا علاجها. كان مع أصحابه كما ورد في سنن أبي داود، أو حديث صحيح، حديث عبد الله بن عمر بن عاص، أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم الرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام: كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي تغربل فيه الناس غربلة؟ كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي فتحدث فيه الفتن تغربل الناس غربلة، بمعنى تمحص الناس تمحيصا، تميز بين صفوف، تميز بين الصالح والطالح، بين الصادق والكاذب، بين المؤمن وغير المؤمن. وهذه من عادة الفتن، هي ممحصة، هي مميزة، منخلة، مغربلة بطبيعتها. ولذلك تجد الله سبحانه وتعالى أنه فتن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة الأحزاب، عندما فتنهم بتسلط الأعداء عليهم، وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزلوا حتى يتمايزوا، حتى تتمايز الصفوف ويظهر الصادق من الكاذب. عند ذلك عندما زلزلوا ظهر أصحاب الأمراض بأقوالهم وسلوكياتهم، حتى قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هؤلاء قالوا: خدعنا الله وخدعنا الرسول عليه الصلاة والسلام. أما المؤمنون قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. عندما تأتي يعني المصائب تكون الأمة هكذا. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا هكذا. وضرب الله لنا مثلا في ذلك موسى عليه السلام. موسى ضرب لنا مثلا بموسى وأصحابه الذين اتبعوا موسى في أول وهلة، رعيلهم الأول، آمنوا بموسى عليه السلام، وكان فرعون يهددهم بالقتل والإبادة، كان يهددهم، يرعد ويثبت ويهددهم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه، وإن فرعون لعال في الأرض. فرعون لا يرحم، لا يعرف الشفقة، باقية من الطغاة. ومع هذا هؤلاء ثلة الذين آمنوا بموسى عليه السلام وهم في خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم، قالوا: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فلجأوا إلى الله عز وجل
أن لا يجعلهم والله يفتنهم بهؤلاء الكفرة الذين يجبرونهم على الكفر. فالنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات وأحاديثه الكثيرة كان يسوق لهذه الأمة عليه الصلاة والسلام كيف بكم وبزمان يغربل فيه الناس غربلة يمحص بين الناس، فتبقى حفارة من الناس قد مرجت عهودهم، يعني فسدت عهودهم وأمانتهم. فصحابة سألوا يا رسول الله كيف يكون حالنا يومئذ؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشبثوا بكتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القضية الثانية. القضية الثالثة هو كثرة الدعاء، أن نكثر الدعاء. الإنسان الذي يكثر الدعاء فرب ضمن له على أنه يستجيب له، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. هذا هو المهم، أن نستجيب لله ليستجيب لنا جل وعلا، وأن ننقاد لله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا في هذه الحياة. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو معصوم وهو رسول وهو الذي أرسله الله سبحانه وتعالى وحفظه من كل شيء من كل شر، مع هذا كان يكثر قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك عليه الصلاة والسلام. وقيل له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ليس شيئا كثيرا، شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم، إلى من؟ إليهم شيئا قليلا. إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وقيل للمؤمنين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، فما تكون النتيجة؟ فتمسكم النار. هكذا هذا الدعاء يكثر الإنسان يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وسقنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان يقول أبو هريرة سيكون في آخر الزمان فتن لا ينقذ المرأة منها إلا دعاء كدعاء الغريب، كدعاء الإنسان الذي يعني أغرق في الماء وتكون دعاءه دعاء يعني المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه. فيكثر الإنسان الدعاء. الكتاب السنة صحيحة، كثرة الدعاء كثرة الطاعات والعبادات في هذا الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث على أن كثرة الطاعات في زمن الفتن تثبت الإنسان وتمنعه عن الفتن. وعندما ذكر هذا قال بادروا بالأعمال فستكون فتن. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مبادرة بالأعمال الصالحة على أنها منجية من الفتن. وقال العبادة في الهرج كهجرة إليه، يعني العبادة في وقت الفتن كهجرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة. وكذلك القرآن الكريم ذكر الذي أكثر كثر العبادات أن إيمانه يثبت ويقوى إيمانه ويعصمه رب سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لا مع المحسنين. الرب سبحانه وتعالى ذكر لنا الأسباب المنجية الحافظة وحلف على النتيجة جل وعلا وضمن النتيجة. والذين جاهدوا فينا، أي في سبيل الله، في إرضاء الله، في كتاب الله عز وجل، وجاهدهم به جهادا كبيرا هو القرآن، لنهدينهم. هكذا قسم الرب سبحانه وتعالى بأنه سيهديهم إلى طريق الصواب. والحمد لله اختار لنا ذلك، ونقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم دائما دوما، نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم. ثم أيها المباركون، الطاعات. الإنسان إذا أكثر الطاعات من قيام الليل، من تلاوة كتاب الله، الصدقات،
الخيرات فرب سبحانه وتعالى يدخله في منطقة الحماية والأمان، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فيدخله رب سبحانه وتعالى في منطقة الحماية جل وعلا، لأنه صار عبدا لله، ورب لا يضيع أجر من أحسن عملا جل وعلا. فهذه الطاعات هي تعصم الإنسان عندما تهب رياح الفتن العاتية الهوجاء، عندما تأتي شجرته لا تزلزل، عقيدته لا تزعزع، لأن شجرته ثابتة في قلبه، والأعمال والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. الدعاء كذلك. العنصر الأخير وأنهي به الكلام وإن كان القضية طويلة، العنصر المهم كذلك هو دائما القراءة واتباع القدوات. وماذا أعني القدوات؟ الذين نقتدي بهم من الأنبياء والرسل والصالحين وعباد الله الذين جربوا واختبروا في هذه الحياة وترقوا بضربات الفتن، لكنهم خرجوا على صح بر السلام، وهم أتم ما يقولون، أتم إيمان ما يقولون. هؤلاء كثر رب سبحانه وتعالى أخبارهم في كتاب الله عز وجل، ولذلك قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. نقتدي بهداهم ونترسم على خطاهم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فهؤلاء الرسل، نبي الله نوح تلقى ضربات، نبي الله إبراهيم تلقى ضربات، نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام، جميع الأنبياء والرسل الذين ذكروا في القرآن الكريم ذكروا من خلال الفتن في هذه الحياة وكيف نجاهم الرب سبحانه وتعالى. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، كانوا أهل العزيمة، كانوا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فلذلك كثر رب سبحانه وتعالى قصصهم في القرآن الكريم رجالا ونساء. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، حتى امرأة جعلها رب سبحانه وتعالى ضرب لها المثال أنها واجهت أصعب فتنة تواجه الإنسان، فتنة المال، فتنة الرئاسة، فتنة طاغية فرعون آسية بنت مزاح. تركت فرعون وقصره وآمنت بربها وهددها، يعني فرعون هدد آسية بنت مزاح على أنه سيقتلها، لكن قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وما نقل رب سبحانه وتعالى هذا الكلام وأخلده إلا لنقتدي به، وإلا لنعتبر به، ولأن الله سبحانه وتعالى حقق لها أمنياتها سبحانه وتعالى ووصلت ما كانت تطلب، لأنها تركت فرعون وملكه، نعم، وتأليها. تصوروا امرأة فرعون، هي ملك تملك من الدنيا ما تريد، فرعون الذي قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتها فلا تصرون. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أيها المباركون، إن شاء الله تعالى هناك إخوة من مسجد أبوالا وهم يريدون أن يجمعوا تبرعات لهذا المسجد، مسجد نعرفه وإخواننا يكونون في أمس الحاجة، حتى أخرجوا من المسجد ولا يجدون مكانا يقيمون في صلاة الجمعة. فإن شاء الله تعالى نساعد هؤلاء، وهم مسجد من مساجد الله عز وجل، وهم جزء منا ونحن جزء منهم، يعني الدم بالدم والمال بالمال. فهؤلاء إخواننا إن شاء الله نقف معهم حتى يقيموا شعائر الله عز وجل، وحتى يجدوا للجالية مكانا يقيمون فيه الشعائر الدينية والتعبدية. ونحن مأجورون إن شاء الله تعالى، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، كلنا نريد الجنة، وهذا هو طريق الجنة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم، استغفرونا والغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها المباركون، من أعظم الفتن كما قلنا هي فتن أن يفتن الإنسان عن دينه، تفقد مالك، تفقد صحتك، هذا كله لا يساوي شيء، لأنك على أي حال ذاهب وراعي، لكن أن تلقى ربك عز وجل وهو غضبان، أن تفقد إيمانك هو أعظم خسارة. أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إننا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إننا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إننا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إننا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك إنا كنا من الظالمين. فاغفر لنا واسترنا يا رب العالمين. اللهم قيد للأمة الإسلامية قيادة صالحة تقودهم إلى كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. رب ارفع راية الإسلام. اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان. اللهم ارفع راية التوحيد خفاقة في ربع العالم يا رب العالمين. اللهم اجمع شملنا على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف أخانا دفع الله. اللهم اشف شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم، وأخونا جمال والمرضى كلهم إن شاء الله تعالى، اللهم اشفهم يا رب العالمين شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. وصلوا وسلموا على نبيكم وحبيبكم محمد بن عبد الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.